يا أيها المتهافتون المتخاذلون ويا حكام العرب الساعين إلى التطبيع مع إسرائيل، اسمعوا، نحن الفلسطينيين المسيحيين سلمنا أجدادكم المسلمين الشرفاء مفاتيح فلسطين والقدس، وتسلمنا منهم العهدة العمرية، نحن ثبتنا امناء على العهد وسنبقى كذلك اما انتم فماذا صنعتم بتلك المفاتيح ولمن سلمتموها نحن الى ايدي امير المؤمنين الطاهره سلمناها وانتم تسلمونها اليوم الى ايدي الصهاينه الملطخة أيديهم بدماء المسلمين والمسيحيين. أنتم لا تستحقون فلسطين، ولا تستحقون القدس أرض الإسراء والمعراج، لأنكم بالتطبيع طمستم وأهملتم آية الإسراء الكريمة، كانها لم تعد جزءا من عقيدتكم الاسلاميه ولكنها كذلك هذه خيانه ايمانيه ووطنيه وانسانيه هل تريدون ان تحموا اسرائيل احموه امنحوها صكوك غفرانكم، وثبتوا وجودها بالتطبيع والسلام. لكننا نعدكم، نحن الفلسطينيين، نعدكم ان اسرائيل سترحل عن ارضنا مهيضة الجناح، ذليلة بسواعد المقاومين الشرفاء. سترحل سترحل سترحل